الحج مناسك وشعائر تحتاج إلى قلب حاضر قلب قد أخلص نيته صدقا في الباطن والظاهر لا رفث ولا ثم فسوق وجدال في البيت الطاهر والنفقة من مال طيب ما دمت إلى ربك سائر الحج سبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية في برنامجكم مسائل، والذي نسعد فيه باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. صاحب فضيلة أهلا وسهلا بكم. أهلا حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الأخوة المشاهدين. الله يبارك فيك شيخنا. شيخنا، هناك أعمال بقيت لمن لم يتعجل وهي لعلك تشير إلى الرمي، ثم نأتي لما هو الحج المبرور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالمتأخر يبيت بمنى ليلة 13، فإذا زالت الشمس من اليوم 13 فإنه يرمي الجمرات الثلاث كما رماها في اليوم 11 و12، مبتدئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. والسنة أن يدعو الله تعالى بعدما يرمي الصغرى يأخذ ذات اليمين ويستقبل قبله ويدعو طويلا، ثم إذا رمى الوسطى أخذ ذات الشمال مستقبلا قبله ودعا طويلا، ثم إذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها ولم يدعو. بعد ذلك يطوف طواف الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم كان متأخرا، لم يكن متعجلا، ولما زالت الشمس من اليوم 13 وكان يوم الثلاثاء 13 من شهر ذي الحجة من السنة 10 من الهجرة، رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرات الثلاث، ثم سار عليه الصلاة والسلام إلى الأبطح صلى الله عليه وسلم، وبقي في الأبطح صلى بها الظهر، يعني رمى الجمرات قبل صلاة الظهر، صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا في اليوم 13؟ في اليوم 13 قبل الزوال. رمى قبل الزوال، رمى قبل صلاة الظهر بعد الزوال. بعد الزوال، نعم. بعد الزوال قبل صلاة الظهر، نعم. وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأبطح. وألحت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها أتاها الحيض في مكان قريب من مكة وقاله سرف، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال: ما يبكيك؟ لعلك نفستي، يعني حظتي. كان عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس في رأسه، عرف ما لماذا تبكي. وكأنها والله أعلم أتاها الحيض في غير وقته، لأنها تفاجأت. سبحان الله. نعم، والمرأة مع التعب قد يأتيها الحيض في غير وقته، يسبق الأيام. نعم. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يطمئنها بكلمات، قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. والإنسان إذا عرف أن هذا الشيء قد كتبه الله عليه، يعني صبر، يخف تأثره بهذا ويستسلم لأمر الله عز وجل. قال ثم قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. عائشة رضي الله عنها استمر بها الحيض حتى أدركها عرفة ولم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقلب التمتع إلى قران، ففعلت، أصبحت الآن قارنة. بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا متمتعات صلى الله عليه وسلم، وكان عند عائشة رضي الله عنها حرص على الخير، فقالت: ترجع صويحباتي بحج وعمرة وأنا أرجع بحج؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، يعني أنك أيضا ترجعين بعمرة وحج. نعم. فالقارن يرجع بعمرة وحج، والمتمتع أيضا يرجع بعمرة وحج. لكنها رضي الله عنها رأت أنه مهما كان فالتمتع أفضل من القران، وهو كذلك لا شك أن التمتع أفضل من القران، فلم تطب نفسها. وقال جابر: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا هينا، إذا هوت الشيء طاوعها عليه، عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلقا ورجلا هينا لينا سمحا. فألحت على النبي عليه الصلاة والسلام في أن يأذن لها في أن تأتي بعمرة، فأذن لها وأمر أن يذهب معها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر.
فذهب معها إلى التنعيم، إلى مكان يسمى الآن مسجد عائشة. نعم. فأحرمت بالعمرة من هناك، ولهذا من كان في مكة وأهل مكة وأرادوا أن يأخذوا عمرة لابد أن يخرجوا خارج حدود الحرم، أدنى الحل، خارج حدود الحرم إلى الحل، أدنى الحل، أقرب الحل هو التنعيم. نعم. ثم إن عائشة رضي الله عنها أتت بعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي بالأبطح، ثم لما كان من آخر الليل صلى الله عليه وسلم، من آخر الليل من ليلة الأربعاء 14 من شهر ذي الحجة من السنة 10 من الهجرة، ذهب عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الحرام وطاف طواف الوداع وصلى بالناس صلاة الفجر في المسجد الحرام، ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد صلاة الفجر، فجر يوم الأربعاء 14 من شهر ذي الحجة من السنة 10 من الهجرة. يعني إذن يكون آخر أعمال الحاج طواف الوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. الله. لا ينفرن. ولذلك جميع الحجاج ما عدا أهل مكة يجب عليهم طواف الوداع. فلو أن أحدا أراد أن يذهب ثم يرجع بعدما يخف الزحام لأجل أن يطوف طواف الوداع نقول لا يجوز. بعض مثلا أهل جدة، بعض أهل الطائف يقولون بعدما رموا من اليوم الأخير نريد أن نذهب إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى أي بلد آخر حتى يخف الزحام ثم نأتي ونطوف طواف الوداع، هل هذا يجوز؟ نقول لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون طواف الوداع هو آخر أعمال الحج. طيب لو أراد أحد أن يذهب إلى جدة في اليوم العاشر أو اليوم الحادي عشر يجوز، لكن إذا فرغ من أعمال النسك ليس له أن يذهب حتى يطوف طواف الوداع. فلاحظ الفرق بين مسألتين. نعم، حتى يكون آخر عهده بالبيت. يكون آخر عهده بالبيت، يعني لو أن رجلا من أهل جدة قال أريد أن أذهب إلى جدة في يوم العيد نقول لا بأس يجوز، في اليوم الحادي عشر يجوز، لكن لما لكن لا يبيت يعني فرغ من أعمال النسك قال أريد أن أذهب حتى يخف الزحام نقول لا يجوز. ليس لك أن تنفر حتى تطوف طواف الوداع، إلا أهل مكة فيسقط عنهم طواف الوداع. نعم. هنا بعد أن يعني أتينا على طواف الوداع وكانت إكمال هذا النسك، متى ينتهي طواف الوداع؟ يعني من كان من الحجاج الذين أتوا من الآفاق باقون في فنادقهم وسكناتهم يقول أؤخره إلى نهاية ذي الحجة أو إلى بداية محرم على موعد رحلته إلى بلده، هل يجوز تأخير طواف الوداع إلى بعد ذي الحجة؟ نعم، طواف الوداع هو آخر أعمال الحاج، فإذا كان الحاج مثلا سيبقى إلى نهاية ذي الحجة يجعل طواف الوداع نهاية ذي الحجة، وافترضنا أن بعض الحجاج سيبقى مثلا إلى منتصف محرم يجعل طواف الوداع منتصف محرم، فإذا يجعل طواف الوداع آخر أعماله. يعني الحج لا ينتهي بشهر ذي الحجة؟ لا ينتهي بشهر ذي الحجة، نعم، فطواف الوداع يستمر معه إلى آخر، إلى أن يكون آخر أعماله. نعم. هنا بعد هذه الرحلة العظيمة والتي كان فيها طواف الوداع وكان هذا آخر العهد بالبيت، يأتي سؤال الكل يطمح إلى هذا الحج المبرور، أن تغفر ذنوبه، أن يعود كيوم ولدته أمه، ما الحج المبرور وهل الحج يكفر الكبائر؟ الحج المبرور يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور يكفر جميع الذنوب حتى الكبائر، حتى الكبائر، سبحان الله، يعني ليس هناك عبادة تكفر جميع الذنوب ويرجع الإنسان كيوم ولدته أمه إلا الحج. الصلاة لا تكفر كبائر، الزكاة لا تكفر كبائر، الصيام لا يكفر كبائر، إذا ما هي العبادة التي تكفر كبائر؟ الحج. الدليل على أن الصلاة لا تكفر كبائر قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، خرجه مسلم في صحيح. أما الحج فظاهر الأدلة أنه يكفر جميع الذنوب الصغائر والكبائر، ومن هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. الذي يرجع كيوم ولدته أمه هل عليه ذنوب صغائر أو كبائر؟ لا، ما عليه شيء،
كالمولود يرجع الإنسان صفحة كالمولود بيضاء. صفحة بيضاء ما عليه خطيئة وليس عليه ذنوب. ويقول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم في قصة إسلام عمرو بن العاص صحيح مسلم، أتى عمرو بن العاص يريد أن يسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبسط يدك أبايعك، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، قبض عمرو يده، قال عليه الصلاة والسلام لما يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم مكانا قبله، وأن الهجرة تهدم مكانا قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وهذا ظاهر الدلالة، الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب والمعاصي، نعم، الصغائر والكبائر. فإذا الحج المبرور يكفر جميع الذنوب الصغائر والكبائر، وهذه العبادة الوحيدة التي تكفر الكبائر، نعم. لكن يبقى النظر، هل الحج يكفر ما كان متعلقا بحقوق العباد أو فقط بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه فقط؟ الجواب أن الحج لا يكفر ما كان متعلقا بحقوق العباد. حقوق العباد ما يكفرها شيء إلا أن تتحلل من 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 هؤلاء أو ترد المظالم. نعم، تتحلل منهم إما برد المظالم لأهلها أو أن تستسمح منهم، نعم، وتتحلل منهم. نعم، حقوق العباد أمرها عظيم جدا. حتى الشهيد الذي باع نفسه لله تعالى قتل في سبيل الله، لما أتى رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تغفر لذنوبي؟ قال إن قتلت وأنت مقبل غير مدبر حطت عنك ذنوبك. ثم قال إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك. فإذا كان هذا في الشهادة في سبيل الله تعالى في من باع نفسه لله عز وجل فكيف بغيره؟ لا. فحقوق العباد تبقى لأصحابها، فالحج لا يكفر ما كان متعلقا بحقوق العباد. نعم، ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم حقوق العباد في أعظم مجمع في خطبة عرفات، قال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وأيضا جاء في صحيح مسلم وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد لقي الله وهو عليه غضبان. قال وفي الرواية الأخرى فقد حرم الله عليه الجنة. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. فحقوق العباد تبقى لأصحابها، حقوق العباد مبناها على المشاحة، بينما حقوق الله مبناها على المسامحة. فما كان متعلقا بحقوق العباد هذه لا يكفرها شيء، لا يكفرها لا الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا حتى الشهادة في سبيل الله ما تكفرها، نعم، تبقى لأصحابها يوم القيامة. شيخنا، هل يمكن أن يقال في مثل هذا الموضع أن الذي يجعل الذنوب التي بين العبد وربه أن الله عز وجل يتجاوز عنها بأعمال من بينها الحج، لأن الله غني بمجرد أن تقبل عليه أعطاك، لكن العبد لفقره يعني محتاج أن ترجع إليه حقوقه، أليس كذلك؟ نعم، هذا صحيح. وأيضا حقوق الله تعالى مبنى على المسامحة. نعم، الله تعالى قد يغفر لهذا العبد وغني عن نعم ويتسامح، لكن هذا العبد المسكين هو بحاجة، كما أنك بحاجة عمل صالح وبحاجة أيضا لعمل صالح، فحقوقه مبنية على المشاحة. نعم، ولهذا ينبغي أن يكون المسلم في تعامله مع الآخرين يكون حذرا، لا يظلم أحدا، لا يأكل حق أحد، لا يتعدى على أحد، لأن حق هؤلاء سيبقى لهم يوم القيامة. نعم، بما أنه أشرنا شيخنا إلى الحج المبرور وأن الحج يكفر هذه الكبائر، الإشارة كذلك إلى معاني هذه التربية الإيمانية. فالإسلام عقيدة وعبادة وسلوك، يعني ولا انفكاك لهذا عن ذاك. الأخلاق التي قد تسوق في الحج، يعني بعض الحجاج يأتي وكأنه يمن على ربه. ينبغي أن يستفيد الحاج من مدرسة الحج. نعم، مدرسة الحج مليئة بالدروس ومليئة بالعبر ومليئة بالعظات ومليئة بالفوائد ومليئة بالمنافع. نعم، والله تعالى قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الله، ومن هذه المنافع أن يكتسب الحاج مكارم الأخلاق وأن يترك مساوئ الأخلاق. يكتسب مثلا صفة
الرفق بإخوانه المؤمنين، أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، أن يكتسب مثلا صفة الحلم الذي هو سيد الأخلاق، أن يكتسب صفة الصبر. وكل هذه الأخلاق تكتسب بالتمرن وبالتدريب، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الله أكبر. فينبغي أن تكون حال الحاج بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج. ينبغي أن يستشعر المسلم وقت الحج أنه في مدرسة الحج وفي أطهر بقعة، ولو أخطأ عليه مثلا إنسان يتحمل ويصبر ولا ينفعل، يحلم عليه ويتعاطى أخلاق المؤمنين. صحيح. ينبغي أن تسود أخلاق المؤمنين في كل وقت، وبخاصة في وقت الحج مدرسة وفي البلد الحرام. ينبغي أن بين الحجاج أن تشيع أخلاق المؤمنين من المودة والرحمة، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والنصيحة وجميع أخلاق المؤمنين. القاعدة العظيمة في هذا، وهو الحقيقة هو أحسن ما قيل في حد حسن الخلق، أن تعامل إخوانك بمثل ما تحب أن يعاملوك به. الله. عامل الناس مثل ما تحب أن يعاملوك به. تحب أن الناس يعاملوك باحترام، احترمهم. تحب أن الناس يرفقوا بك، ارفق بهم. تحب أن الناس يتكلموا معك بالطيب من القول، افعل معهم هذا. عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. نعم. هنا كذلك شيخنا ترد بعض المسائل لعلنا نأخذها كأسئلة. الحج لمن لم تجد محرما، حكم حجها؟ من لم تجد محرما لا يجب عليه الحج، لأن الله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع، فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولكن هل يجوز لها أن تحج إذا وجدت الرفقة المأمونة؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أنه لا بأس أن تحج بشرط أن تجد الرفقة المأمونة. نعم. والدليل هذا ما جاء في صحيح البخاري وغيره، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عهد عمر حججنا بدون محرم، وكان هذا كالاتفاق من الصحابة على جواز ذلك. نعم. فمثلا على سبيل المثال يوجد بعض الخدم يأتون مثلا إلى هذه البلاد وترغب في أن تحج وليس عندها محرم، ويغلب على الظن أنها لو رجعت إلى بلادها يصعب، فإن فرصة يعني كونها تحج فرصة ضعيفة جدا، يمكن أقل من 1%، فهي تريد أن تكسب تواجدها هنا في الحج. هنا لا بأس أن تحج لكن مع رفقة مأمونة، لا بأس بذلك. وهذا هو القول الراجح، هو اختيار ابن العباس بن تيمية وجمع محققين من أهل العلم. نعم. أن المرأة لا بأس أن تحج مع الرفقة المأمونة. نعم. المرأة التي لم يأذن لها زوجها بأن تحج حجة الإسلام يجوز لها أن تخالفه؟ إذا كان حج الفريضة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن الحج ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الدين، ولا طاعة للزوج في هذا. فإذا رفض الزوج وقال لا تحجي حج الفريضة لا تطيعه زوجته، ويجوز لها بل يجب عليها أن تحج وتعصيه في هذا. نعم. لكن مع وجود محرم، كأن يكون مثلا محرمها أخوها مثلا أو نحو ذلك. نعم. هل يجب على الزوج أن يحجج زوجته؟ لا يجب على الزوج أن يحجج زوجته أو أن يكون محرما معها، وإنما هو تكرم من عنده، من المعروف. نعم. لأننا لو قلنا أنه يجب لأوجبنا على الإنسان الحج في عمره أكثر من مرة، وهذا خلاف الإجماع. لكن لا شك أن من حسن العشرة ومن المروءة ومن مكان من الأخلاق أن الزوجة يحج بزوجته. نعم. وكذلك الأبناء، يعني إذا لم يأذن لهم مثلا الوالد ولم يحجوا، يعني يؤجل لهم أنه ستحجون السنة المقبلة، وتوفر عندهم يحجون من غير إذنه. إذا كان حج الفريضة فنعم يحجون ولو لم يأذن أبوهم، لأن أيضا بعض الآباء وبعض الأمهات عندهم تخوف مبالغ فيه. نعم. عندهم تخوف مبالغ فيه، كلما أتى موسم الحج يعني يخشى أن يقع شيء في الحج، يخشى من كذا، فيطلب من ابنه أن يؤجل الحج. فنقول لا تؤجل الحج، أنت لا تضمن أن تعيش. صحيح. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف، طاعة الوالدين في المعروف. نعم. وليس من المعروف أنك تؤخر الحج مع أنك مستطيع للحج. نعم. هذا إذا كان حج الفريضة. نعم.
أما حج النافلة فيطيع والديه إذا نعم. قال والده أو والدته لا تحج يستجيب نعم لهم مصلحة في ذلك فيطيعهما في هذا ولا يحج. نعم رفع الله مقامك شيخ، نشكرك في ختام هذا اللقاء. بارك الله فيكم وشكرا لكم الأخوة المشاهدين. الله يبارك فيك وشكر كذلك موصول لكم أنتم المشاهدين الكرام. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدقا في الباطن والظاهر لا رفث ولا ثم فسوق وجدال في البيت الطاهر والنفقة من مال طيب ما دمت إلى ربك سائر الحج سبيل للجنة والمسلم هو ذاك العابر الحج سبيل للجنة والمسلم هو ذاك العابر.